السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو الذي أريد أن أوضح فيه يعني قوة الإي إن بي نتورك وأهمية أرباح الإي إن بي نتورك. فكما نعلم أن لدينا يعني فريق الموقع التوأم للإي إن بي نتورك الذي هو الآي ماركتينج، والذي يبدأ الناس به في الأول. أي شخص يتسجل فهو يتسجل على أن يقوم بتفعيل الاي ان بي نتورك، بتفعيل باقته في الاي ان بي نتورك، وبشحن الروبو وبدء الارباح في الروبو، كي يعلم ان هذا هو المنتج هو الاي ماركتينج، ويبدا الربح من الاي ماركتينج. لكن عندما نشرح له الاي ان بي نتورك بانه يمكنه ان ياخذ يعني رابطه من انفيتي، ياخذ رابطه ويشاركه مع الناس عبر العالم، كل من يتسجل معه يشرح لهم كذلك بأن هذا الموقع يمكن أن يربح منه، فكل من يتسجل معه يجده في قائمة بارتنرز. إذن سيجد هنا جميع يعني الأعضاء المسجلين معه. من طبيعة الحال عندما يصبح لديك شركاء في الإي إن بي نتورك، فإنك تربح 5% في الإي إن بي نتورك، كما تربح 5% كذلك في الآي ماركتينج. لكن لا تتوقف الأرباح هنا من طبيعة الحال، ففي الاي ان بي نتورك تتضاعف الارباح حسب يعني تطور الفريق، لانه كما نشاهد في الفيديو الذي شرحته من قبل، انه عندما تصبح لدينا 4096 دولار، اول شيء يحصل هو انه تصبح لدينا 6% عوض 5%. لكن هذه 6% من اين تاتي؟ تبقى لدينا 5% على الجيل الاول، وتنضاف الينا 1% على الجيل الثاني، وهذا شيء جيد جدا، لأنه تصبح لدينا أرباح الجيل الثاني. ثم ننتظر بعد ذلك أن نصل إلى تحقيق المكافأة. المكافأة لديها شروط، فكما قلنا الربح الأول 5% في النيفو أكتويل. هنا نجد لدينا في بارتنرز، نجد لدينا عارضتين، عارضة فوق وعارضة تحت. العارضة الفوق تقوم بحساب رقم المعاملات، فعندما نصل إلى رقم المعاملات الأول 4096، فإننا بذلك نكون قد تجاوزنا يعني رقم المعاملات، وأصبحت لدي 6%. هذه 6% فيها 1% على الجيل الثاني و 5% على الجيل الأول. وعندما أصعد إلى يعني الرتبة الثانية التي هي Agent VIP، ويعني رقم معاملات فيها 8192، يعني عندما تصبح لدي 8192 هنا او تجاوزها، فانني بذلك اصبح ايجنت في اي بي، وتصبح لدي 7% هنا عوض 6%. و7% تعني يعني 5% على الجيل الاول و2% على الجيل الثاني. وكذلك عندما أصعد يصبح رقم معاملاتي 32768، تصبح لدي 9% عوض 7%، إذن وأصبح ديريكتور. إذن فهنا تصبح لدي 9%، يعني 5% على الجيل الأول و4% على الجيل الثاني، وهنا تصبح لدينا أرباح جيدة على الفريق، لأن كلما ارتقينا كلما ارتقى يعني ارتفع رقم معاملاتنا، فهذا يعني أن الفريق يكبر، وكلما كبر الفريق ف9% ليست سهلة من طبيعة الحال. لذلك فهذا الربح الأول، لكن هناك ربح آخر يسمى المكافآت. هذه المكافآت التي هي العارضة الثانية التي يحسبها النظام لوحدها. هذه العارضة تقول لنا أنه يجب أن يصبح لدينا رقم المعاملات في الفريق القوي يعني مرتفع. فنحن هنا رقم معاملات الكامل، هنا لدينا رقم معاملات الكامل لكل الفريق، لكل الفريق. لكن كي نربح هذا البونس، لابد أن تكون لدينا فريق قوي، ويكون رقم معاملات الفريق القوي قد وصل إلى 4096، والفريق الضعيف، وهذا الذي يحسب تحت، الفريق الضعيف يجب أن يصل إلى 50% من رقم معاملات الفريق القوي، وهو هذا. فمثلا أنا لدي حاليا 1688 في الفريق الضعيف، ولا بد أن يصل الفريق الضعيف لدي إلى 2048، ويصل الفريق القوي لدي إلى 4096،
كي أستطيع أن أربح هذا البونص. إذن كذلك إذا أردنا أن نربح الجيل يعني المكافأة الثانية التي هي 500 دولار، فيجب أن تصبح لدينا يعني أن نتجاوز في رقم المعاملات الكامل 8192، وتصبح لدينا 8192 هنا، وستكون هنا كذلك عندما نحصل على هذه، ويكون لدينا نصفها الذي هو 4008 و4096 هنا، يعني يجب أن نحقق في الفريق الأضعف 4096 دولار في رقم المعاملات، وبذلك نحصل على 500 دولار. إذن فهذا هو قانون المكافأة. إذن كي نحصل على مكافأة القيادة، هذه تسمى مكافأة القيادة. لذلك ف يعني الربح الثاني هو أن نسبة الأرباح ترتفع على الجيل الأول والجيل الثاني كلما ارتفع رقم المعاملات الكامل لكامل الفريق. ثم المكافأة، لا بد أن يكون لدينا الفريق القوي يحقق رقم المعاملات المفروض، ثم الفريق الضعيف يحقق نصف يعني رقم المعاملات. لكن عندما نقول الفريق الضعيف، فيمكن أن يكون لدينا يعني مسوق قوي ولديه فريق قوي استطاع أن يحقق أرقام معاملات كبيرة، لكن الفريق الضعيف ليس ضروري أن يكون فريق واحد، يمكن أن يكون عدة أشخاص، عدة مسوقين لدينا، كل واحد فيهم حقق رقم معاملات معين، مجموع أرقام معاملات الفرق الضعيفة هو الذي يعطينا هذا الرقم، هو الذي يسمى الفريق الضعيف، وإن كان عدة أشخاص لديهم فرق، فريق القوي ثم عدة أشخاص آخرين، كل شخص لديه فريق يعني فريقه ورقم معاملات، فهو كله يعتبر فريق يعني فريق ضعيف. وعندما يصبح أحدهم قوي فهو ينتقل إلى مرحلة يعني مكان الفريق القوي الأول، والآخر يصبح من ضمن الفريق الضعيف، وتتبادل الأدوار هكذا. إذن فهذا هو معنى أن يكون لديك يعني فريق قوي يحقق رقم المعاملات المطلوب في المكافأة، والفريق الضعيف يعني جميع الناس الآخرين الموجودين لديك في الفريق هم يسمون الفريق الضعيف، يحققون 50% من رقم المعاملات المطلوب في الفريق القوي. إذن هذا هو معنى، هذه هي الطريقة التي نحصل فيها على يعني هذه المكافآت، وهذا شيء جيد جدا، لأن في المكافآت عندما نصعد مثلا إلى ديريكتور تصبح لدينا 9%، 9% رقم يعني أرباح ليست سهلة، لأن فيها 5% على المباشرين و4% على الجيل الثاني، وفيها كذلك 1500 دولار. وعندما نصل إلى 65,000 نصبح يعني شاب، يعني أعتذر أنا قمت ب سأحولها إلى الإنجليزية لأن الفرنسية يعني لا تكون واضحة. عندما أصبح بطبيعة الحال ليدن مانجر ب 65,000 في رقم المعاملات الكامل، تصبح لدي 10.5%، 10.5% فيها 5% على الجيل الأول و5.5% على الجيل الثاني، تصبح هناك أرباح قوية جدا إذا وصلنا فقط إلى المستوى الرابع. أما عندما نحقق يعني 65,000 في الفريق القوي و50% من 65,000 في الفريق الضعيف، نأخذ 2500 دولار كمكافأة من الشركة. إذا هنا توجد أرباح جيدة جدا في الـ EMP Network. أنا أردت في هذا الفيديو أن أشرح معنى هذه العارضة ومعنى هذه العارضة، فبمجرد وصولنا إلى 6% و7% و9% في الأرباح فهذا شيء جيد جدا، وفيه أرباح قوية جدا، لأننا نربح أولا في الـ EMP Network، ونربح كذلك في الـ I Marketing، وكلما يعني تم شحن الروبو من طرف يعني الأعضاء المشاركين لدينا في الفريق، يعني فالروبو ينتهي في أسبوع أسبوعين، ونعيد الشحن ونعيد الشحن ونعيد، وكلما أعدنا الشحن كلما يرتفع رقم المعاملات ويتراكم وبشكل تراكمي، وعندما يكون التراكم فالتراكم يعني يزيد من ويضخم من رقم المعاملات
بشكل كبير جدا، وهذا شيء سهل جدا يمكن لجميع الإخوان والأخوات أن يحققوه. إذن فهنا يوجد يعني توجد قوة كبيرة في الـ ENB Network لا يمكن أن يكتشفها المسوقون إلا بعد العمل يعني في الشهر الأول والشهر الثاني، وسيلاحظون أن هناك أرباح قد تصل في الـ ENB Network وحده ل يعني 100 و200 دولار في اليوم. فهناك أشخاص يحققون حاليا 300 دولار يوميا من يعني من الـ ENB Network. فهناك يعني أرباح قوية جدا في هذين الموقعين التوأمين، الـ ENB Network والـ iMarketing، وهذا شيء جيد جدا لابد أن ينتبه إليه جميع الإخوان والأخوات. وأتمنى أن يكون هذا الشرح مفهوما. إذا كانت لديكم أي أسئلة دائما لا تتوانوا في طرحها في المجموعات أو عبر يعني يوتيوب، وسأجيبكم عليه إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، أن يحفظكم الله من كل سوء، ونلتقي دائما في المجموعات وعبر الخاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.